ما تثبت يلا شق يا جدع. نزلني يا جدع. شق مين يا جدع؟ ده انا عملت نفسي عصفور كلوني، عملت اسد صاحبوني. بس يا ايه ده ايه التلوث السمع؟ ايه ده لو تاني وجعتني. معقوله يحيى وصلي يتكلموا بالطريقه دي؟ امال لو ما كنتوش في احسن مدارس في البلد كنتوا اتكلمتوا ازاي يا مامي؟ ما دي مسرحيه تبع المدرسه ويحيى وصلي بيتدربوا عليها. مسرحيه يا اختي؟ مدرسه ايه اللي بتقدم القاذورات دي؟ المدرسه الواقعيه دي من اهم انواع الفن، لانه بيظهر سلبيات المجتمع. يا مامي لو تخطيت قلبي راح يوقف. تعالي قلب امك، ده انا ما اعرفش اقول الكلمتين دول. تعالي يا حبيبتي، انا مش بسال على نوع الفن، انا بسال على نوع المدرسه المهببه اللي بتقدم الحاجات دي. المدرسه مفروض تبقى قدوه للتعليم، مش للحاجات اللي بتقولوها دي. ما هي بتعلمنا ازاي ننشف عشان ناخد حقنا بدراعنا. بايه يا اخويا؟ دراعنا ده يا شيخ. اجري ناري. ايه يا مامي؟ هو حضرتك مش بتشوف ايه اللي بيحصل في الشوارع؟ ده انا طموحي ان انا لما اكبر بكون اكبر بلطجي في البلد. وانا سواق توك توك. سواق توك توك؟ وبلطجي يا سولي؟ ده بدل ما تقولي عايز اطلع ظابط علشان اقبض على المجرمين والبلطجيه. يا مامي مفيش بلطجيه دلوقتي بيتقبض عليهم، البلطجيه دلوقتي هم اللي مسيطرين وبيتعمل لهم الف حساب. يا سلام، مين قال لكم الكلام الفارغ ده بقى؟ عبد موته وقلب الاسد وابراهيم الابيض واللمبي. ايه ده؟ مين دول؟ تعرفتوا عليهم فين؟ اصحابكم في المدرسه؟ صحابنا ايه يا مامي؟ انت ما بتتفرجيش على التلفزيون ولا ايه؟ ايه الاحراج ده؟ طبعا بتفرج على التلفزيون، بتفرج على برنامج هالة فاخر عشان خاطر صديقي احمد نور. مين احمد نور ده؟ اسمه الاستاذ احمد نور. انتوا هتودونا في داهيه؟